على فريق باتشوكا المكسيكي، ودخلنا في الفنيات اكتر. كانت مفاجأة فوزه على بوتافوجو ويواجه الاهلي، الكل كان بيتوقع ان فريق بطل كوبا ليبرتادوريس هو اللي يصل للفاينل ليك. او لمباراة الاهلي. ليك خليني شوية تعليق، خليني بلشتك السؤال بالعكس. نادي بوتافوجو صعب الماتش على الاهلي. نادي بوتافوجو صعب الماتش على الاهلي. بمعنى ليش؟ اول شيء انظلم نادي بوتافوجو بالرزنامة بسكادجو تبع المباريات. صحيح. كان عنده قبل بيومين كان عنده فاينل. واجا تقريبا بحدود 16 ساعة طيران. ما قدر بالرغم كل الاستراتيجي والتاكتيكس والافكار اللي قدمها خورخي ارثور مدرب بوتافوجو لم تشفع له. ليش؟ هو حاول يروح خمس لاعبين بشكل انه ينزل الشوط الثاني ليقدر يعمل بيفنج للفريق، مش الفريق ما يهبط بدنيا ولكن ما اسعفته. وبين الخلل التكتيكي، ما الخلل التكتيكي، الخلل البدني. بالهدف اللي سجله أسامة إدريسي، إذا منشوفه منلاحظ هو هدف مارادوني جميل جدا. أكيد. ولكن إذا منشوف الثقل البدني عند لاعبين بوتافوجو لويس ألميدا ألان، بنشوف إنه هو عم بيعمل دريبلينج على لاعبين شبه أشباح. ما إلن إحنا بنقول باللبناني ما إلن جلاد يمشوا. ما في قوة مما سهل عملية الهدف، وهذا هو الهدف الأول اللي عطى دفع نوعا ما لمين لباتشوكا تيقدر يغدر المباراة. هلا المفاجأة ما انه بيفوز باتشوكا على بوتافوجو، لانه كان متوقع بحكم الظرف البدني، حكم البدني تبع بوتافوجو، وانما بثلاثة اهداف هي ثقيلة جدا على فريق مثل باتشوكا اللي هو تقريبا بالدوري المكسيكي ترتيب متأخر جدا. كما انه تقريبا بحدود 3 شهور لم يفوز اي مباراة. صحيح. وهو تقريبا بالمرتبة 18 بالدوري المكسيكي، يعني هو يعاني. حتى اللاعبين اللي عنده مش لاعبين ذي قيمه كثير كبيره، اذا اسامه ادريسي اللي هو هولندي مغربي هو مش لاعب منتخب. مش لاعب منتخب وعم بيلعب بالمكسيك، بس ما عم بيلعب باوروبا ولا عم بيلعب بالخليج، عم بيلعب بالمكسيك. هون بتعطيك انه نادي باتشوكا اخذ جرعه معنويه كثير كبيره بالفوز على بوتافوجو، وهذا يحسب كمان للمدرب تبع باتشوكا. عرف ارى الستاتوس تبع بوتافوجو جيد جدا، الحاله البدنيه، الحاله الفنيه، الحاله التكتيكيه، وقدر عمل عليه فرض عليه ايقاع كثير عالي على من بدايه المباراه، بريسنج كثير عالي مما اجهده بدنيا، تقدر سجل عليه بالشوط الثاني 3 اهداف. طيب الكل بيتكلم على ان فريق باتشوكا المكسيكي ممكن يكون عنده غياب نتيجه اصابه باريتو المدافع، وهيحل مكانه جوستافو كابرال. قلت لي ان جوستافو كابرال اصلا هو اللاعب الاساسي، يعني حتى ما فيش تعديلات في التشكيل. جوستافو هو لاعبين بالدوري 14 مباراه، يعني هو ما تغير شيء من التشكيل، وهذا شيء طبيعي انه ما يغير شيء من التشكيل، هذا شيء طبيعي لانه هو اول شيء نجح باستراتيجيته ضد بوتافوجو. صحيح. نجح بالتكتيك تبعه، افكاره نجحت، بس ولكن الخصم ليس كبوتافوجو. الخصم اليوم بكره غدا النادي الاهلي مرتاح بدنيا، مرتاح نفسيا، ذهنيا حاضر، عارف انه في مكان بالخزانه له لبطوله كاس التحدي، وعم يفضي مكان كبير لكاس القارات، لانه هذا هو حقيقه ما ينقذ خزانه نادي الاهلي. النادي الاهلي نعم.